أبلغ بلارن أو لغو تاقيري قدومية بارلمان كا دولة دا صوماليا دبلو صو دورتي محمد شيخ عثمان شواري أي وحا لغو غبتي مقالة جدة ودن كا سودي عربية وحانا مناسبة داسي سوق بقابية جهلية دا صوماليا دا كسو جدة كوفر قلبات صوماليا كواسي أو سوين وتاقيري محمد شيخ عثمان شواري إن مركا للو دورتو قدومية عصب بارلمان كا صومالي وريانا فرتون دكتر أي واربحين تواركاسنا جدين وغا صودرتي حفلاً لغو تاقيري قدوميها بارلمان كفدرالك صوماليا مدانا محمد شيخ عثمان شواري ايا حالي لغو قبته وطيل كالفردوس اي مقالة تنجيدا حفلة دانوايسو قبان قابيين جاليو دا كونفور قلبيد اي مقالة تنجيدا اي ودن كان بقرطوية دا سعود عربية وحاكا قيب كلي عندها قود اي جاليو دا صومالي دا سعودية مسؤولين كسعودي قنصلية دا جيدا وحقرت دالنجرو علم ودين سياسيين هوين يفنانين حفلة لغو تاقيري قدوميها بارلمان كتبنا دي جمهورية دا فدرالك صوماليا مدن محمد شيخ عثمان شواري وحاو غوري كهدلي مدن عبد الناصر علي معلن ميل داد ماري هاب مك دينغ الاري ميل دانغ مارينا دو مك دينغ الاري والله وال هذالي سي شرف لان هذالي والله همبلي اي دولة دان الهي دولة دو خيرا نشانا قدوميها بارلمان كا مايكو عطسداني ومتون ومتي اسم مارك دي مدها هناك تنو إلهي أنا نصيب كن كداري إلهي أسين وافجي لان ولب نصيب كي أسلي هو إلهي مارك نعسين غرب كن قال مسؤولي أولس 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 ياسين صار أنت أو ولب إيد يد أولس لكن ما يلدر يا مي مسؤولية دا أو اسم هايتان ولي هرهان مرتين أني لسين كمهدي او افتين او ميل مبدا للرغي ميل افتين او موتي شانتان حدنا ما يسين قوات سدان انتي سيد ما سرطا عمدها قود جالية دا سوماليا سعودية مدن سعيد نور بدماح ومناسبة داسي هذا الكجيد يي ايا قدرا دي مهيمة دا ايلي دا هاي سنان دا شعب كا سوماليا وحان هذا الذي سي كمدها حنبليين يا حاوة حنبليا كليا معها لبا معها مليون كل وحنو همبليين يا قدوميها محمد عثمان الجواري سيدونا كسنة وقصو بحي إن شاء الله إن شاء الله سيدونا كسنة شغدي سوو سي وضي دونا قدومي أنا قعاو مدبان كا عدسانا يا تكلي أنك عدسانا وحوي ددك أقليات دا اي وطن كاللقود ديبو kani waa sida dadka in wax loo qabto oo loo istaago oo shacabka Soomaalida ay ka mid noqdaan bandooniya wax kale aanu kaaba codsanayo meeshan waxaan ugu tahniideynayna professorkeena maxamed shaa cismaan jawaari oo markii labaad ku guuleystay inuu shacabka Soomaaliyeed u hoggaamiyo oo uu hoggaan u noqdo waxaan leenahay professor dadka waxay ku doorteen aqoon iyo waayo aragnimo ummada Soomaaliya maanta dalkeeda uu kala daadsan yahay inaad isu aruuriso dhibaatada maanta ay ku jiraan ummada Soomaali in aad wax ka qaban kartaan haddaad iskaashataan waxaan hambalyo meesha ugu direynaa professor Jawaari waxaan leeyahay caawa hambalyo iyo ku xogeynadiisa hadal badan ahaan ma buuxso dhammaan Soomaali waxaan u rajaynayaa in Ilaahay awaarta ka saaro roob oo qeyr qaba in Ilaahay u keeno waxaan idin kama baahanahay wax kale maaha na kaambaya dadka jira waa ka qeysa waxaan kalaade waxaan idin ka codsanayaa professor محمد شيخ عثمان آدم جواري waxa uu ku dhashay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose bishii December 1945
markii uu soo dhameystay waxbarashadiisii dugsiga sare macalin luqadda ingiriisiga ayaa wuxuu ka noqday dugsi ku yaala magaalada muqdisho wuxuu professor jawaari sanadkii 1962 shahaado diploma ah ka qaatay oo ku saabsan islamic law ama qaanuunka islaamiga ka qaatay macadka daraasaadka islaami ee magaalada muqdisho munaasabada lagu taageeray gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya madana maxamed sheekh usmaan jawaari isla markaana ay soo qabanqaabiyeen jaaliyada koonfur galbeed ee magaalada tanjida ayaa ku soo gabagabooday jawi wanaagsan fartuun dhaktar telefishinka caalamiga kalsan magaalada